شلونك علي؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ سمعنا عنك انه انت ما عندك اقامه رسميه في بلجيكا، بس رغم هذا انت تشتغل. الحمد لله صار 3 سنوات تقريبا. ثلاث سنوات صار ذا اشتغل انا ما عندي اقامه. انت قصتك شويه مغايره لبعض العراقيين اللي سوينا لقاءات وياهم اللي ما عندهم اقامات. نشوفهم دائما محبطين، رافضين المبدا انهم يشتغلون، وعايشين هنا على مبدا المساعدات. نعم، لا انا بالعكس، انا اول ما دخلت يعني هذا البلد ورا تقريبا 3 ايام طلعت اشتغلت، يعني لحد الساعه صار سنه ثالثه يعني مثل ما قلت لك انا دا اشتغل وما عندي اي مساعده من اي مكان، يعني لا كم لا سوسال لا كل شيء، لا انا اللي عايش على نفسي ودا اصرف على نفسي ومأجر وطالع وما لي دخل نهائيا، يعني حتى اجاني اكثر من رفض، يعني رفضين 3 اجني. بس يعني اللي يعني اني شيء لانه انا دا اشتغل يعني معتمد على نفسي فما عندي مشكله بالرفض، احاول مره ومرتين وثلاثه واربعه انا احصل ان شاء الله. حلو هذا الشيء علي، طبعا احنا نحييك لان انت ما عندك شيء اسمه يأس، دا تقاوم صعوبات الحياة، مشكلة الإقامة تغلبت عليها من خلال أنه أنت دا تشتغل، وهذا مثال حلو. بس آخر سؤال لي قبل ما أعوفك تشتغل أنه أكو هواي عراقيين يعني مثلك، يعني رغم أنه ما عندهم إقامة بس دا يشتغلون أو يعني شغلهم أبيض أمام السلطات في بلجيكا؟ والله للأسف هذا الشيء قليل جدا، قليل جدا جدا قليل. أكثر الناس يعني أكو عراقيين هنا ما شاء الله عندهم لغة وعندهم جناسة ويعني أمورهم واسطة قديمين بهذا البلد وقاعدين عايشين على المساعدات وعلى الراتب اللي تحسب لها الدولة، يعني جدا قليل. ولهذا احنا ركزنا على أنه نسلط الضوء على قصتك حتى نشوفها للناس أنه أكو فد مثال حلو هنا في بلجيكا، عراقي وصعوبات بالإقامة، لكن رغم هذا هو متغلب على الصعوبات ويعني خلاها ورا ظهره ودا يشتغل. واعتقد انت بس لو توخذنا خاف ها اغلب اللي تحلق لهم هم بلجيك. نعم اغلب اللي يحلق لهم بلجيك رومانيا، يعني ما عندي قليل نسبه العراقيين، يعني اذا احلق لهم اكثر الناس اللي قاعد تجي هنا قاعد تجي يعني حتى ستايل محلك هو ستايل بلجيكي، ستايل محلي سويناه شويه ستايل غريب يعني. حلو حلو شكرا لك ونتركك تشتغل وإن شاء الله تتحسن كل ظروفك. مع السلامة على الله.